يا فندم انت حضرتك دلوقتي ده دورنا وده واجبنا وده عملنا اللي احنا المفروض بنقوم بيه، لان احنا في الاخر في يوم من الايام هنبقى اصحاب معاشات زينا زي الزملاء السابقين. اما أشكرك. بالنسبة عايز أعرف بقى قصة بقى القرار رئيس الجمهورية وأصحاب المعاشات وضم ال5 علاوات، أنتوا هتعملوا إيه؟ آلية التنفيذ إزاي يا أستاذ محمد؟ طب يا فندم اسمح لي بس يعني اخد من وقت حضراتكم جزء يسير اتفضل. اشرح بس الموضوع ببساطه كده. طبعا الاستاذ عبد الله شرح جزء، لكن اسمح لي ان انا اوضح جزء معين. اولا طبعا سياده الرئيس مهتم دايما بالشان الداخلي المصري، ثانيا اللي هو حاسس بالناس وحاسس كل ما يدور في المجتمع المصري، لان هو في الاخر قبل ما يكون رئيس جمهوريه هو مواطن مصري يحس بالام الناس. نرجع لموضوع ال5 علاوات. موضوع ال5 علاوات ببساطه كده، هو احنا كانت الدوله اعتبارا من سنه 1987 بتطلع قانونين، قانون خاص بزياده الاجور او العلاوات الخاصه، وده كان بيمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والحكومة والقطاع العام. فأي واحد كان بياخد علاوة خاصة كانت بتروح وعاء الأجر المتغير، لأن أنا عندي أجرين، أجر أساسي وأجر متغير. العلاوة دي بتفضل في وعاء الأجر المتغير لمدة 5 سنين، لأن كان بيطلع القانون بتاع زيادة المعاشات المادة الثانية منه بتقول إن إحنا بنضم العلاوة اللي صدرت لسنة كذا سنة كذا بعد مضي 5 سنوات. كانت بتضيف ميزه ثانيه، الميزه الثانيه دي كانت عباره على ان انا بحسب 80% اضافه للميزه اللي بياخدها المؤمن عليه وصاحب المعاش عند خروجه على المعاش، بضيف له 80% من قيمه هذه العلاوه، لان العلاوه دي اي واحد بيخرج على المعاش بيفضل عنده 5 علاوات موجودين في وعاء الاجر المتغير. اعتبارا من 2006 المشرع بطل يطلع النص ده، يعني ما عنديش قانون اقدر اقول فيه ان الناس دي، طبعا انا بصرف فلوس، الفلوس دي لازم يكون ليها اليه تشريعيه، الاليه التشريعيه دي انا زي ما كانتش موجوده عندي ما اقدرش اصرف من غير ما يكون هي التشريعيه دي موجوده. من سنه 2006 المشرع بطل يطلع النص ده. اما بالنسبه لحكم المحكمه الدستوريه اللي صدر سنة 2005، الحكم اللي صدر سنة 2005 ده كان متعلق بالعلاوات برضو بالفعل، لكن كانت الناس النص ده كان زمان يحرم أصحاب المعاشات المبكرة، فالحكم لما صدر إدى الأحقية لأصحاب المعاشات المبكرة، إنما اعتبارا من 2006 أنا ما عنديش نص أدي بيه. طيب نرجع بقى للحكم. الحكم بتاع محكمة القضاء الإداري الأول اعتبر ان امتناع جهة الادارة عن ان هي تطلع قرار يعتبر امتناع سلبي، ومن ثم ادى احقية لاصحاب المعاشات ان هم ياخدوا الميزة دي بدون زي ما قال الحكم تجشهم عناء اللجوء للقضاء. طيب حكم المحكمة العليا او المحكمة الادارية العليا جاب قاعدة مخالفة تاني. الأول احنا كنا بنتكلم على قرار سلبي في محكمة القضاء الإداري، دلوقتي المحكمة الإدارية العليا اعتبرت إن ده إعادة تسوية وكيفت الدعوة على إن هي تسوية معاشات. فلما كيفت الدعوة بالطريقة دي جت في نهاية الحكم بتاعها وقالت إيه؟ قالت أحقية أصحاب المعاشات في احتساب 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم لوعاء الأجر الأساسي 80% منها. طب أنا حضرتك لما باجي أسوي المعاش معروف إن أنا عندي عناصر الأجر المتغير، عناصر الأجر المتغير ده داخلة من ضمنها ال5 علاوات الخاصة. طب ال5 علاوات الخاصة دول أنا بحسبهم بكامل قيمتهم. لما اعتبر دي اعاده تسويه يبقى انا المفروض بعيد بتسويه المعاش بحساب 80% مش بكامل قيمتها. دي وجهه النظر اللي ايه القانونيين قالوها. النقطه الثانيه
ان طبعا القانونيين في وزارة التضامن مش كده؟ القانونيين ايوه يا فندم في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. دي النقطة اللي هي ايه زي ما بيقولوا اثارت نوع من انواع البلبلة عند تنفيذ او عند النظر لموضوع الحكم. طيب احنا رحنا ليه نعمل اشكال؟ احنا رحنا نعمل اشكال لثلاث اسباب. السبب الاولاني ان معروف ان انا عندي محاكم خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة اللي هو القضاء الإداري، وعندي محاكم عمالية في القضاء العادي خاصة بالناس اللي هم بيشتغلوا في القطاع الخاص. عندي حوالي أكثر من 2000 أو أكثر من 2500 دعوة سبق إن هي الدعاوى دي المحكمة لم تجب أصحاب الشأن وطلبهم ورفضتهم. عندي حوالي 3000 قضية المحكمة وقفتهم وقف تعليقي. عندي 3 دعاوى معنظورة قدام المحكمة الدستورية. طب أنا حضرتك قدامي حكم بيعمم على جميع أصحاب المعاشات سواء كان في الحكومة أو القطاع الخاص، طب أعمل إيه؟ دي نقطة. النقطة الثانية طبعا سيادة الرئيس وجه في ضوء التطبيق اللي احنا بنطبقه واللي احنا ذكرناه ان احنا العلاوات دي بتاخد كامل قيمتها في المعاش عند حساب الاجر المتغير. ودي ان ايه نعرض الموضوع على الجمعيه العموميه عشان نشوف الحكم والتطبيق بتاعنا. ده خلاصه الموضوع. يعني الموضوع الان سيعرض على الجمعيه العموميه وبحيث هتشوفوا هتنفذوا ازاي. ايوه يا فندم، لان احنا عندنا اشكاليه زي ما قلت زي ما حضرتك قلت كده هون ان انا عندي تفسير للحكم. التفسير دون احنا شايفين ان هو بيتفق مع النص اللي موجود. طيب استاذ عبد الله بالفتوح عايز يتدخل مع حضرتك. اتفضل يا فندم. يا محمد بيه، يعني هذا الامر تم عرضه من خلال مذكرات الدفاع الخاصه بالهيئه القوميه للتامين الاجتماعي والمحكمه لم تاخذ به. فبالتالي يعني انا شايف اللي انتوا متقدمين بيه انا شايف ان هيزيد الاحتقان تاني ما بين اصحاب المعاشات والدوله. يعني انا شايف الحكم مفسر نفسه ان كل صاحب معاش لم يضم له العلاوات يتم ضم له بنسبه 80%. على اساس ايه بقى؟ ما قالش حكم المحكمه الدستوريه، قال على اساس ان كان بيتقسم منه اشتراكات التأمينات بتاعته طبقا للقانون 79 لسنة 75. وبالتالي لما انت سيادتك في 2006 وما بعدها ما ضمتش العلاوات الخمسة دهيا، ما هو ده برضو خروج على نص القانون 79 لسنة 75. تعليقك استاذ محمد سعودي. طيب بص يا فندم، هو كلام الاستاذ عبد الله كلام مظبوط طبعا، الا ان أنا ذكرت في كلامي قلت إن من سنة 2006 لم يصدر تشريع يحدد تاريخ لضم هذه العلاوات. العلاوات الخاصة دي وأصبحت وجودها موجودة في وإن يدي الميزة دي. فأنا النهارده ما عنديش نص يدي الأحقية إن أنا أدي الميزة دي. أما بالنسبة للحكم بتاع محكمة القضاء المحكمة الإدارية العليا، احنا المحكمة بالفعل تطرقت لأحكام القانون 79 ولم تتطرق إلى أحكام القوانين الخاصة بالزيادات. وهنا هو في اختلاف كبير. ليه؟ لأن ده قانون منفصل عن 79. من 79 عندي فيه الأجر المتغير وعندي فيه عناصر الأجر المتغير اللي من بينها العلاوات الخاصة. إذا أنتم تروا أن الأيام القادمة هتبقى الأمور كاشفة أكتر. اكيد طبعا، واحنا مش ضد حد، احنا بالعكس احنا يهمنا ان احنا ندي لكل حد حقه. اشكرك استاذ محمد سعودي رئيس صندوق المعاشات الحكوميه. عندي كم سؤال سريع قبل ما اختم. السؤال الاول هو اجمالي لو جرت